معنا هاتفيا من الدوحة دكتور أحمد كسار الأكاديمي والباحث العراقي. مرحبا بك دكتور أحمد. إذا العبادي قال إن حكومته مستمرة بعملها حتى بعد انتهاء عمل مجلس النواب إن لم يصدق القضاء نتائج الانتخابات. ما الذي تقرأه عبر هذا التصريح؟ أهلا بك وبمشاهديك ومتابعيك. في الحقيقة هذه الانتخابات التي لم تأتي ولن تأتي بأي خير يفصل للعراق والعراقيين منذ غزو العراق في 2003 وإلى يومنا هذا. فبالتالي هذه العملية الانتخابية يعني الرابعة لمجال مجلس النواب العراقي هي واحدة من سلسلة المؤامرات والضحك على هذا الشعب السكين الذي لم يتهنى في عرشه المفترض كحق إنساني مشروع. هؤلاء يعني لم يختلفوا في السرقة وإنما اختلفوا عند تقسيمها. اليوم الاختلاف قائم بين كل الكتل وكل الأعضاء وكل الأحزاب على عمليتهم السياسية، على انتخابات هذه، على أصوات فيها. هم اليوم مختلفون على أصوات، على التزوير، على بعد الفاعل التي قام بحرق يعني المفوض فيها. كل هذه المشاكل ومزيد عليها وهو الإنذار أو التهديد بالحرب الأهلية والانقلاب وغيرها، والقضاء طبعا لحد الآن لم يصدر شيئا، والبرلمان يعقد جلساته تلو الأخرى ولا يعني أمل يذكر للخروج من هذه الأزمة حقيقة التي جعلها أصحاب. يعني إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يقول كثيرون إن البلاد متجهة نحو فراغ وخرق دستوري. ألم يخرق الدستور سابقا؟ إذا إلى أين تمضي الأمور برأيك؟ كعكة الدستور التي هم يعني صنعوها اليوم يعني يلجؤون إلى أكلها لأنها غير شرعية. فبالتالي الحلول التي وضعوها من 2003 إلى اليوم هي حلول ليست يعني جذرية لعلاج الواقع العراقي والخروج من أزماته واستقراره وأمنه وعلاقته بالدول الإقليمية ودول الجوار. الآن هذه الأجهزة وهذه الأصوات وهذه الانتخابات مرتبطة بالخارج أكثر من ارتباطها بالداخل. الحقيقة النواب والكتال ينتظرون ماذا تقرر الخارج حتى ينفذوا، فالامر ليس بيدهم يعني. فبالتالي هم معذورون ان صح التعبير، يعني هم يعني وكلاء لاجندات خارجيه ينتظرون تحديث المعلومات منهم اولا باول. النائب رحيم الدراجي قال ان جهود تشكيل الحكومه هدفها تحويل المناصب الى اقطاعيات حزبيه، هكذا قال. كيف تقرا هذا الاقرار من شركاء العمليه السياسيه انفسهم؟ لو كان هذه القطاعات الحزبية ممكن الشخص يرضى إذا كانت حقيقية، ولكن الآن الميليشيات دخلت في هذه الانتخابات وفازت، وبالتالي أنت اليوم أمام يعني صفحة جديدة من صفحات العراق الدموي، لأن الميليشيا ولأن المسلح وأن هذا الذي أتى بالعنف والإرهاب اليوم سيكون جزء من العملية السياسية ويشرع لنفسه لوجوده وفي نفسه وجوده تحت قبة البرلمان. فأنت طبعا عندما ينذر الناس بأن هناك حرب أهلية وأن هناك ممكن يعني تكون هناك ما لا يعني محتمل، فهم صادقون لأنهم رأوا كيف أن الميليشيات المسلحة انخرطت، ليست في الجيش هذه المرة، انخرطت في العملية السياسية. اللجنة تقصي الحقائق أكدت أن لديها مئات الأفلام المصورة التي تدين مفوضية الانتخابات. هل يمكن أن تدفع هذه الأدلة بالاتجاه مجددا نحو إلغاء الانتخابات؟ هذا أمر يعود إلى القضاء يعني أكثر منه سياسي، ولكن هي المفوضية نفسها يعني من القائمون عليها؟ هم جزء من الأحزاب، هم جزء من الميليشيات، هم جزء من العملية السياسية، يعني من مديرها، من أعضاؤها، من وظفوها، ليسوا خارج العملية السياسية. فبالتالي عندما يعني يصار إلى إحقاق المفوضية مثلا أو إلى تزوير النتائج كله، يعني
يعني لانهم متواطئون حقيقه. الفوضيه ليست سالمه من التهم يعني في نتائج هذه الانتخابات وغيرها من الانتخابات السابقه. شكرا جزيلا لك من الدوحة دكتور أحمد كسار الأكاديمي والباحث العراقي.